بس بس بس. ايوه انت تعال تعال. تخيل ان اي حاجه ممكن تتباع على الانترنت، حتى الهوا ممكن يتباع على الانترنت. في ناس بجد عبت الهوا في ازايز وبعته على الانترنت وكسبت اكتر من 230 الف دولار فعلا وبجد. عايز تعرف ازاي؟ خليك معايا، تعالوا بينا نشوف. السلام عليكم صديقي المشاهد الجميل. في يوم من الايام من حوالي نصف قرن كده، والناس قاعده على القهوه في احد حواري القاهره الجميله، كانوا بيبصوا قدامهم على بيت قديم ساكن فيه واحد من بياعين المخدرات، ديلر يعني بس من بتوع الخمسينات. وفي يوم اتقبض عليه والناس في القهوه قاعدين يبصوا ويدوروا عليه ومش لاقينه وبيقولوا راح فين. بس كان بينهم الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي وقال لهم هو مين ده اللي بتدوروا عليه؟ قالوا له بياع الهوا. ومن هنا خرجت اغنيه بياع الهوا راح فين للفنان محمد عبد المطلب، واللي حققت نجاح كبير جدا في الوقت ده. بس اللي ما كانش يعرفه الشاعر عبد المنعم السباعي ان في اتنين شباب في سنه 2015 هيحققوا الجمله دي حرفيا وهيبيعوا الهوا في ازايز. وطبعا بما انك هنا اكيد انت عايز تعرف ازاي الشباب دول عبوا الهوا في ازايز يعني وباعوه. ومش بس باعوه، دول قدروا يكسبوا ملايين. في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تبيع الهوا في ازايز، وهنتكلم عن التجارة الإلكترونية، وهقولك كمان ازاي ممكن تقدر تبدأ فيها النهاردة. اهلا بيكم مره تانية، ولو لسه ما شرفتناش بالاشتراك في القناه يا ريت تشرفنا دلوقتي وكمان تفعل الجرس عشان توصلك فيديوهات قيمه جدا. في يوم من الايام سنه 2014 واحد اسمه موزيس لام اتخرج من الكليه وكان شغال موظف زي اي واحد من شبابنا الجميل. المهم بعد ما روح وفتح شباك بلكونه بيتهم اللي كان موجود في مدينه البرتا. البرتا دي مقاطعه موجوده في كندا ومشهوره بطبيعتها الخلابه جدا. راح شايف المنظر الجميل وراح واخد نفس كده وقال الله ايه شويه الهواء الجميل ده، معبيهم وبيعهم. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط صديقي المشاهد الجميل، قال الفهم وبيعهم. راح رفع سماعه التليفون وكلم صاحبه تروي وقال له بقول لك ايه يا تروي، ما تيجي نبيع الهواء. كابتن تروي كان قاعد ساعتها تحت الميه. ايوه هو كان قاعد فعلا تحت الميه لانه كان بيشتغل غواص تجاري بينزل يلحم تحت الميه ومهتم بالطبيعه والبيئه وحاجات زي كده. فراح هز دماغه كده واخد نفس عميق من انبوبه الاكسجين وقال له والله فكره يا موز، وانت راجل بتفهم في الاي كوميرس اللي هي التجاره الالكترونيه واكيد هتعرف تبيع. اعذرني صديقي المشاهد الجميل، انا من حقي انا كمان اريح شويه على الكرسي. بس يا سيدي مش هطول عليك وهقولك دلوقتي جابوا المليون دي ازاي. اتجمعوا الاثنين وقعدوا جنب بعض وقال له بقول لك ايه، احنا نجرب نبيع واحده كده مش هنخسر حاجه، هنعرضها على المتجر الالكتروني اللي هو موقع اي باي وهنعرض الواحده ب 99 سنت بس. راح تروي قال له ماشي، احنا ممكن نعبيها في اكياس بلاستيك. ايوه زي ما بقول لك كده بالظبط، عرضوها على اي باي في اكياس بلاستيك. صحيوا تاني يوم يا سيدي لقوا ان المنتج اتباع فعلا وعملوا اول بيع. بس كان في مشكله واحده وهي انهم خسروا 10 دولار لان هم ما كانوش عاملين حساب مصاريف الشحن او الشيبنج فيز. قال لك مش مهم يا سيدي خساره قريبه بس طالما اتباعت احنا ماشيين كويس وممكن ناس تانية تشتري. وهنا نفهم ان هم عرفوا ان الماركت او السوق محتاج المنتج ده فعلا، وعرضوا مره تانية والمره دي كسبوا 168 دولار. وبدا يجي لهم كمان مكالمات من معظم الدول اللي فيها تلوث خاصه بعد ما بداوا في تطوير المنتج بتاعهم عن طريق ان هم جابوا جهاز بيسحب الهواء الحلو ده ويضغطوا داخل كان ويبقى في اخر الكان زي جهاز كده بيستنشق منه الهواء ده. وهنا بقى يا سيدي اتوجدت النيد او الحاجه للمنتج. يعني لو انا مواطن في دوله بتعاني من التلوث الشديد وببص على الانترنت اللي هو مكان كبير مليان اسواق ومتاجر الكترونيه، لقيت متجر بيتيح ليا ان انا اشتري كان فيها هواء من كندا وخاصه من البرتا يعني دايركت من سفوح جبال الروكي، يبقى اكيد ممكن اوي اشتري. بس يا سيدي بعد تطوير المنتج هوب مكالمه من الصين على مكالمه من الهند على مكالمه من جنوب كوريا، وبقى المنتج اللي هم عاملينه كنوع من الضحك والهزار بقى منتج معروف وبيطلب بشكل مخصوص. وهنا بقى ليهم اسم يعني ليهم براند نيم باسمهم بتاعهم هم، وبداوا طبعا يجهزوا في عبوات مخصصه لكده يعني يطوروا المنتج بتاعهم حبتين كمان. والموضوع بدا يحقق تقريبا مبيعات بحوالي 230 الف دولار سنويا. الارقام دي تبعا لموقع سي ان بي سي وممكن تروح تتفرج على بساطه الموقع او المتجر الالكتروني بتاعهم وهو اسمه vitalityair.com. طبعا انت هتيجي تقول لي هندسه يعني وانا مستفاد ايه من القصه دي، هبيع الهوا يعني؟ مش هتبيع الهوا بس انا هقول لك هم ليه نجحوا. امال انا جاي هنا ليه؟ مش عشان اقول لك
صديقي المشاهد الجميل، الفكرة كلها انك تعرف تبيع، يعني تعمل سوق وتعرف تبيع للسوق ده. والموضوع دلوقتي بقى اسهل مما تتخيل. انت مش محتاج تجيب منتجات وتنزل تقف في السوق، انت ممكن تعمل كل الكلام ده اونلاين، يعني على الانترنت، ومش هتدفع كهرباء ولا مية ولا ايجار ولا ديكورات محل ولا اي حاجة من الحاجات دي، ولا حتى كمان لازم يكون عندك ستوك من المنتج ده. ممكن تدفع ايجار برقم بسيط قوي، وده ايجار المحل بتاعك على الانترنت اللي هنسميه المتجر الالكتروني، محل زي اي محل ممكن تلاقيه تحت بيتكم. بس الفكرة ان المحل ده مش هيبيع للناس اللي في الشارع بتاع بيتكم بس، لا ده هيبيع للعالم كله، او على الاقل للدولة اللي انت فيه. ودي من اكبر مزايا البيع اونلاين، انك تعرف توصل منتجك لكل حتة في العالم، وكل ده وانت قاعد مكانك. وكل اللي عمله تروي وصاحبه ان هم فتحوا متجر الكتروني، عرضوا المنتج، لقوا المستهلك، باعوا المنتج، كسبوا فلوس. واحد من اللي قاعدين على الكرسي دلوقتي هيجي يقول لي طب انا يعني هعمل ايه؟ ممكن تبيع شرابات، مش مقتنع بكلامي؟ استنى بقى اعدلك الكرسي تاني. برينند اجرينوف، الكابتن ده كان بيلعب باسكت مع اصحابه في مدرسه شيرود في امريكا، وشويه وتعب وقعد على جنب زهقان، وقعد يتفرج على اصحابه وهم بيلعبوا، وشافهم لابسين شرابات الوانها عاديه جدا كلها ابيض واسود. روح البيت وقعد يقلب زي ما اتعود كل يوم على موقع اي باي، لانه كان مبسوط قوي بفكره انه بيتفرج على منتجات كتير جدا في مكان واحد. المهم هو بيقلب وبيبص من الشباك بدا يفكر في موضوع الشرابات ده، وقال انا ليه ما اضيفش تاتشات ورسومات خفيفه كده على الشرابات. الشرابات دي هي الجوارب على فكره لاخواتنا في الخليج اللي ممكن ما يكونوش عارفين كلمه شرابات، يعني اعمل اي تصميم يكون جديد او ملفت. وبدا يا سيدي يشتغل على اول تصميم، وقال ايه ده، تصدق يا واد يا برنند شياكه، انا هعملها. وراح مميل على مامته وباباه وخد منهم شويه فلوس، خد حوالي 3000 دولار كده كقرض. يعني العجيب ان اكتر منتج حقق نجاح هو منتج الشراب اللي عليه صوره معزه. فعلا ده اللي عليه صوره معزه، حتى بعد مرور الوقت من كتر النجاح اشتغلت معاه في مشروع كده. الولد بقى معاه المنتج بعد ما اشترى الاجهزه والطبعه وادوات التصميم، ومعاه طبعا الفلوس. ناقص له ايه بقى؟ بالظبط سيدي المشاهد الجميل، الماركتنج، التسويق. طالما عندنا منتج وعندنا كاستمر يبقى لازم نسوق له المنتج عشان نوصل لعدد اكبر، وبالتالي الارباح اكيد هتكون اعلى. المهم في سنة 2013 راح برنند فاتح اللابتوب بتاعه بالظبط زي اللابتوب اللي حضرتك ممكن تكون بتشوفني منه دلوقتي، وفتح متجر الكتروني. طيب تعالى نمشيها خطوة خطوة كده مع اخونا برنند. برنند دلوقتي معاه المنتج اللي هي الشرابات، وعايز يبدا يبيعها اونلاين، فهيعمل متجر الكتروني. طيب هل ده مكلف وسهل اصلا ان انا اعمله؟ اصلا انا ما بفهمش في البرمجه ولا انشاء المواقع ولا معايا فلوس اديها لحد يعمل لي متجر. بص يا صديقي المشاهد الجميل، زي ما انت خليك قاعد وافتح الفيديو اللي هيظهر لك في اللينك فوق، وهتقدر تعمل متجر الكتروني كامل ب 3 دولار شهريا، بس خليه على جنب وافتحه بعد ما تخلص الفيديو. 3 دولار يعني مش 8 ساعتين بلاي ستيشن بتلعبهم انت وصاحبك وكمان بتخسر. صديقي المشاهد الجميل، انت بتدفع وكمان بتخسر، لكن هنا انت هتدفع وكمان هتكسب. اصحى معايا كده. طيب افرض بقى انا عايز حاجه اسهل شويه اقدر اعمل بيها متجر الكتروني بسيط، هتبص تحت الفيديو ده، يعني في وصف الفيديو هتلاقيني حاطط لك لينك الموقع اسمه شوبيفاي، ودي اكبر منصه تجاره الكترونيه في العالم، بس هتكون اغلى شويه. هو ببساطه موقع الكتروني تقدر تستخدمه في انشاء متجرك الالكتروني اللي تقدر تبيع من عليه اي نوعيه من المنتجات، زي سوق.com وامازون وايباي، كل دول اسمهم متاجر الكترونيه. طيب جميل قوي كده، انا هفتح المتجر بتاعي وهعرض المنتج وهكسب بقى والم فلوس والدنيا هتضحك لي. بص هو صح بس مش بنسبه 100%، وده ليه؟ لانك لسه ما عملتش دراسه للسوق بتاعك. فاكر اخونا تروي بتاع الهوا ايه اللي خلاه يكسب؟ انه عرف مين اللي هيشتري منه، عرف التارجت اودينس يعني الجمهور المستهدف، دور ايه مشكلتهم، مشكلتهم الهوا الملوث، يبقى انا هعرض منتج هيحل او هيساهم في حل المشكله دي. طيب اخونا برنند بتاع الشرابات، اخبار المتجر بتاعه ايه؟ برنند صديقي المشاهد الجميل، فاكره تبعا لموقع قناه كي جي دبليو، برنند حقق اول مليون دولار وهو عنده 17 سنة بس. وفاكر بقى الشراب اللي عليه معزة؟ بقى من اهم المنتجات اللي هو بيبيعها. وده ليه بقى؟ لان كابتن برنند اخوك الصغير ده اكتشف مشكلة صحابه، ومشكلته هو شخصيا ان هم بيلبسوا نفس الوان الشرابات الثابتة المملة، فكل اللي عمله انه غير في التصميم وعرض الكلام ده اونلاين فكس. بقولك ايه، انت قاعد ترميلي في احلام في دماغي ومشروع ومنتج وارباح. يا عم دول اجانب يا عم، والدنيا هناك غير، اكيد الحياة عندهم اسهل. اهدى بس،
هقول لك على قصة واحد عربي مصري عمل نفس القصص اللي احنا حكيناها دي تقريبا، وما كانش معايا راس مال. شاب عربي انا اعرفه شخصيا لانه كان طالب مميز جدا في الكورس بتاعنا. بعد ما اتعلم في اسابيع قليلة طبق التجارة الالكترونية بخطوات ثابتة ومحسوبة. طب عمل ايه بقى؟ الشاب ده كان نازل بيدور على كاميرا مراقبة ليه هو شخصيا، وكان بيحاول يلاقي حاجة بامكانيات بسيطة وتكون اهم حاجة انها ممكن تتوصل على الموبايل، ولقى سعرها على الانترنت بيتراوح من 900 جنيه ل 1000 جنيه مصري. قال والله كاميرا جميلة، انا ممكن ابدأ وبيع الكاميرا دي اونلاين. فبدأ يدور على الانترنت على مستورد او تاجر جملة يقدر يحصل منه على الكاميرا دي بسعر ارخص عشان يقدر يكسب لما يبيعها. وهو بيدور لقى مستورد بيبيعها على الانترنت بسعر كويس، فقرر بقى انه ينزل ويروح يقابله. المهم يا سيدي، نزل وقعد مع المستورد وقال له بقول لك ايه، لو انا هاخد منك الكاميرا دي جملة هتدهاني بكام؟ قال له ب 600 جنيه بس طبعا ده لو هتاخد كمية. معروفة، تاخد جملة تاخد عناية تاخد خصم. قال له بقى بالطريقة الحلوة بتاعتنا احنا كمصريين، ماشي انت مش غريب، انا معيش فلوس خالص. المستورد قال له انا عرفت بقى الكلمتين دول، لا معلش انا مش هبيع. قال له اسمعني بس، انا هعرف ابيع الكاميرات دي على الانترنت، وكمان هشتري منك دلوقتي كاميرتين على سبيل التجربة، اما بالنسبة للكمية هدفع لك لما اعرف كام واحد هيشتري، وكل ما اجي هتديني بسعر الجملة. تاجر عينيه لمعت وقال ماشي ليه لا. روح البيت يا سيدي وفتح اللابتوب وبص للكاميرتين اللي اشتراهم ودور كويس على الانترنت لحد ما لقى صور حلوة قوي وجودتها عالية للكاميرا دي، وطبق خطوات انشاء متجر الكترون اللي حكينا عنها في الاول، اوعى تكون نسيت. وحسب كده وقال انا كده هجيبها ب 600 وهي تمنها في السوق حوالي 1000 جنيه، طب انا هبيعها بقى ب 850 وكده انا هبقى حطيت لنفسي هامش ربح تقريبا حوالي 250 جنيه، يعني ما يعادل حوالي 16 دولار امريكي، وفي نفس الوقت هوفرها بسعر اقل شويه من السوق، وبكده ابقى انا عملت عرض او اوفر. وفي التسويق بقى يا سيدي بنسمي الحكاية دي خلق ميزة تنافسية، وهنا كانت الميزة السعر الأقل بس يا سيدي. وعرض المنتج على متجره الإلكتروني، وبعد ما عرض المنتج بتاعه على متجره الإلكتروني عمل صفحة على الفيسبوك وعلى انستجرام، وزي ما اتعلم في الكورس بالظبط انه يعمل اعلان لافت وقوي، وده بنسميه في عالم الميديا والماركتنج كرييتيف. راح عمل ايه بقى يا سيدي؟ نفذ نفس اللي اتعلمه في الكورس، راح على موقع فايفر، وده موقع عالمي عليه فريلانسرز من كل حتة في العالم وفي مختلف التخصصات، وفيهم ناس متخصصة في تنفيذ الفيديوهات الدعائية وخاصة المنتجات اللي موجودة في الصين. كل اللي عليك تعمله بقى يا سيدي انك هتبعت لهم رابط المنتج من واحد من المواقع الصينية المشهورة، اشهرهم طبعا موقع علي اكسبرس وموقع علي بابا. هتقول لهم عايز 1 2 3 وهتدفع من 10 ل 25 دولار وهيعمل لك فيديو اعلاني احترافي جاهز تماما انه يتعمل كاعلان على السوشيال ميديا بالاخص الفيسبوك وانستجرام زي اللي اتعمل له بالظبط. طبعا هتقول لي هو ليه يعني عمل فيديو؟ ما يرفع الصوره وخلاص ويعمل بيها اعلان. عشان يا سيدي وطبقا لموقع adespresso.com مستخدمين الفيسبوك بيحبوا الفيديوهات لدرجه ان هم بيشوفوا 1 بليون فيديو شهريا، يعني مليار فيديو كل شهر. عشان كده بالتاكيد الفيديو لما يكون اعلان هيحقق نجاح اكتر من مجرد صوره. وهنا هقول لك احد اسرار النجاح في التجاره الالكترونيه، انك تقسم كل خطوات بيع المنتج وتحاول تعمل افضل حاجه ممكنه في كل تفصيلة، تعمل خصم فتخلق بكده ميزة تنافسية، توفر شحن سريع أو شحن مجاني فكده تبقى خلقت ميزة تنافسية أخرى. نرجع بقى يا سيدي للقصة الجميلة بتاعتنا بتاعت الشاب العربي الجميل. بعد ما الراجل بتاع فايفر بعت له الفيديو الإعلاني، راح واخد الفيديو ورفعه على فيسبوك وإنستجرام وبدأ يعمل إعلانات مدفوعة للمنتج ده بنفس الطريقة اللي اتعلمها وبميزانية بسيطة قوي في حدود 10 دولار يوميا تقريبا، ويحدد الجمهور المستهدف اللي هم التارجت أودينس اللي المفروض هيوصل لهم المنتج ده في صورة إعلان على فيسبوك وإنستجرام بس كده يا سيدي. وراح داخل هناك تاني يوم يا سيدي بيفتح اللابتوب لقى ان جاله طلبين شراء، يعني بعتين، قال دي حاجة حلوة قوي. جه على بالليل شوية لقى ان جاله طلبين شراء تانيين، فقال تمام قوي الاعلانات جابت نتيجة، المكنة طلعت قماش، انا كده بقى ممكن ابدأ ازود الفولت عشان اكسب اكتر. وبدأ يا سيدي يطبق اللي اتعلمه ورجع للاعلانات اللي عملها وابتدى يزود في ميزانية الاعلانات باستراتيجية معينة، يعني مثلا انه يبدأ يعمل استهداف لناس تانية وبالتالي ممكن يحقق مبيعات اكتر. المهم يا صديقي المشاهد الجميل، صاحبنا ده بقى يحقق مبيعات بتوصل ل 400 ألف جنيه شهريا، جنيه مصري يعني حوالي 24 ألف دولار
اجمالي مبيعات في الشهر. وكل الكلام ده حصل في 6 شهور من اول ما شاف الكاميرا لحد ما بقى يبيع ب 400,000 جنيه شهريا. انت كمان لازم يكون ليك قصه زي القصص دي، انت مش فارق عنهم في اي حاجه، امكانياتك زي امكانياتهم، وجايز كمان يكون في ناس من اللي بتسمعني عندها امكانيات اكبر. الفرق الوحيد ان دي ناس قررت تتعلم وتشتغل وتغير حياتها، ومحدش من الناس دي جاله حد اداله فلوس او جاب له وظيفه. الفرص ما بتجيش لوحدها، الفرص انت اللي بتصنعها، اولا بانك تاخد قرار انك هتغير حياتك، وبعدين تتعلم وتشتغل وتتوكل على الله. اي حد بيعمل كده يقينا لازم ينجح. وتعالى الخص لك خطوات اطلاق مشروعك في التجارة الالكترونية عشان لو حد تاه مني. ابحث على منتج يكون مميز، ابحث عن مصدر تقدر تحصل منه على المنتج ده باقل سعر، يعني ارخص من سعر السوق او سعر المستهلك. اعمل متجر الكتروني، هات صور عالية الجودة للمنتج ده، اعمل فيديو دعائي للمنتج، يعني اعلان للمنتج بس بالفيديو، وتعلم ازاي تعمل اعلانات على الانترنت بفاعلية. اعمل الاعلانات وتوكل على الله، تابع النتائج. وما تنسانيش بدعوة حلوة لما متجرك الالكتروني ينجح، اخوك برضه. مفيش شك ان الانترنت هي الطريق السريع والاسرع للوصول للحرية المالية. يعني ممكن بدل ما تروح محل البلاي ستيشن وتلعب انت وصاحبك وتضيع وقتك وفلوسك وتخسر كمان، تستثمر الوقت والفلوس دي في انك تتعلم حاجة جديدة وتبدأ مشروع تجاري بمنتهى السهولة، ويبقى معاك فلوس. وبدل ما تلعب في محل البلاي ستيشن يمكن تشتري المحل نفسه. لو حابب تعرف اكتر شوف الرابط اللي موجود في وصف الفيديو، وسجل في المحاضرة المجانية. في المحاضرة دي هتقدر تعرف ازاي ممكن تبدأ مشروع تجاري على الانترنت باكتر من طريقة، من ضمنها طبعا التجارة الالكترونية. ولو بتدور يا سيدي على تدريب مكثف ياخد بايدك من الصفر، يعني من الالف الى الياء، لحد اطلاق مشروع تجاري ناجح على الانترنت، شوف البرنامج التدريبي المتكامل على موقعنا Pioneers Now، وهتلاقي برضو الرابط موجود تحت الفيديو. شكرا جزيلا، ونشوفكم على خير في فيديو جديد. وما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد، ولو لسه ما شرفتناش بالاشتراك في القناة ياريت تشرفنا دلوقتي، وكمان تفعل الجرس عشان توصلك فيديوهات قيمة جدا. نشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدليل الشامل لإطلاق مشروع تجاري على الإنترنت. في هذا العصر كل ما تحتاجه إلى إطلاق مشروع تجاري على الإنترنت هو لابتوب واتصال إنترنت وأن تتعلم. لا تفوت هذه الفرصة، واضغط على الرابط الموجود هنا في الفيديو وحمل الدليل الآن. بالتوفيق للجميع، كان معكم ياسر سليم.